إطار التعاون القائم بين الإطار الوطني للأحزاب السياسية وشركائه، قدم صباح اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمية من المعدات والأدوات المكتبية التي تساعد في تقوية قدراته الإدارية والفنية. نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تشاد ياسين بوديجو تطرق حول العلاقات والتعاون القائم بين الإطار والبرنامج الذي يسهل عملية الإدارية للإطار وتقديم رسالته على أفضل وجه ممكن. أما منسق الإطار الوطني للأحزاب السياسية الدكتور نصرة جيمسكار من جانبه شكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هذا الدعم الذي جاء في الوقت المناسب، وأضاف أيضا الإطار ملتزم في أداء رسالته السامية التي تدعو إلى وحدة الوطنية والعيش المشترك بين كافة أطياف المجتمع حتى تعم السلام في ربوع البلاد.